هلال التبلدي أيضا يستعد بقوة للظهور الأول في دوري المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، وبالتالي غادر الفريق لأثيوبيا لإقامة معسكر قصير قبل توجه لأنغولا استعدادا للمباراة الأولى. والظهور الأول لهلال التبلدي معنويات كبيرة أيضا وطموحات كبيرة وروح عالية ظهرت في التدريبات الختامية للفريق، والفريق يستعد بكل قوة لهذه المواجهة. الاستعدادات من الهضبة الأثيوبية بتأكيد تركيز الأكسجين الياغة واستعدادات جادة جدا للحصان الأسود إن شاء الله لهذه البطولة الكونفدرالية. هلال التبلدي، هلال كردفان، هلال الأبيض، الهلال اللي يحمل أيضا طموحات كل السودان في بطولة الكونفدرالية. وبالتوفيق نقول لهلال التبلدي.